السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بلايلي، وين ينتفض ويرد على اتهامات الموجهة إليه من زميله في المنتخب. يعني أمور لا تبشر بالخير. أنا قلت أنا هذا المدرب كون جيت انا هذا المدرب نكرهه، واقع ماشي باغي له الخير ونكرهه كلش. بعد الاقصاء تاع الكاميرون نقول له لازم تخلي ثلاثه اللي يلعب بولا يعرف الصوالح، خاطرنا في مرحله طيب مرحله انتقاليه ندخلوا في مرحله. رانا كتلنا 8 شهور. شوف شحال كتلنا، شحال نقول لكم شحال كتلنا، راحنا قريب عام، مارس ابريل ماي جوان جويلي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي 11، زيد على باش حكيت لنا 13 شهر راح باطل. 13 شهر باطل، المستفيد شكون؟ هذا المدرب. بالصح نهار اللي قلت له، نهار اللي صايك، نهار اللي خرج في رمضان قالوا ما انا عندي عقد معنوي مع الشعب الجزائري. احنا على بالنا مكلا عقد معنوي لا والو، كاين 6 مليار كاش عقد معنوي مع الببوش هذوك معاهم عقد معنوي. صح مع الصح مكاش عقد معنوي، بصح مكاش عقد معنوي في المواقع، بصح في الواقع 6 مليار هادي حاق. ماشي انا هدرتها، راه شاف دين عمارة خرجها لكم قاشاكم، قال لكم وين ما تقولوش بلي الدراهم وين راحوا. هما ولا وراهم الرجاله كانت تدي 3,700,000 أورو في الشهر، ودروك راهم يدو دروك داروا له نقصوا له مساكين 1,800,000، 2,800,000 في الشهر ينقصوا. ما كاش مشكل، شحال نقصوا كيما هكا؟ نقصوا 900,000. هذا مكان، هذو غير مين حشموا شويه، هادو غير شويه ضغطنا عليه غير شويه. وزيد باش الناس، كاين واحد الامر راه يدور شاهدناهم اليوم، قال لك المنتخب الجزائري المستفيد من تعديلات الفيفا الجديده. على غادي تكونوا وحدكم نتوما؟ هذه الهضره هي اللي خلات المدرب ما يخدمش. راه قال لي دلماك راني متاهل انايا، غادي نلعب فينال، غادي نجيب كوب دي موند، انا راه نجيب كوب دي موند. يا ودينا له الشيطان، يا ودي ريحوا بس تهضروا تاع المستفيد الاول. انت يا غادي يقيسوك، انت غادي يقيسوك، غادي تبان غادي تكلاسي الويتيام. انت يا هذه الخطره هذه في لافريك تاع وين غادي تتكلم ولا مالك؟ تاع وين غادي تنقاس؟ انت يا غادي من تجي كاليفيكاسيون غادي تولي تطيح مع المستوى الاول المستوى الثاني، انت المستوى الثالثه هم مالك؟ انتم ما حاسبينها سهله ولا سهله؟ الفيفا دارت 10 ودارت والمستفيد الاول المنتخب الجزائري. راني نقول لكم الفيفا غادي تروح تلعب، غادي كاليف، وانا نتمنى ان شاء الله بربي كاليف والكوب دي موند 2026. بصح غادي دير تروا، غادي يديروا ثلاثه في الجروب، مكاش في النيل، مكاش ماتش نيل، ثلاثه يلعبوا كل شغل دوره بيناتهم، يفوت البرومي، مكاش ماتش نيل تكمل 0-0 تروح لي بيناتي، تروح لي بيناتي، لازم تخرج واحد فايز، مكاش النيل، لازم تربح باش تفوت، يفوت واحد برك في المجموعه. هاوي كان يقول لك غادي تولي صامته في الكوب دي مود كي يروحوا 48، هي تولي منا كي تروح ما يوليش انجاز، تولي تروح باش تلعب توجد الكوب دي مود باش تربح وتروح لابعد نقطه. هذه هي تولي تروح الكوب دي مود باش تروح لابعد نقطه، يولي منا التاهل ما يوليش انجاز. كيما بكري كانوا يتاهلوا 8 الكوب دافري كنا نتاهلوا، هذه باش يكون على بالكم بلاكم غالطين. ضرب غادي يولي كوب دي موند، تولي قادره موريتانيا تزير روحها تكاليفي. بصح كي تكاليفي لازم كي تروح فماك لازم تخدم على الدوره فماك، ماشي لهنا هنا خدم لها تروح، بصح الدوره فماك لازم يولي انجاز منها، تولي تروح نورمال عادي، ما يكون عندك منتخب يعني متوسط تروح. بصح فماك خدمه غادي تولي في الكوب دي موند في الدوره هذه، باش ديروها مليح في ريسانكم جوج تكذبوا علينا.
وين نعاودوا نولوا الموضوع تاعنا، وهو بلايلي ينتفض ويرد على اتهامات الموجهه اليه من زميله في المنتخب الذي سرب بان يعني صراو امور في الازاد، وين اثرت جماهير المنتخب الجزائري حاله من الغضب لدى يوسف بلايلي النجم قزاقشي، وذلك قبل عودته يعني مباريات الدوري الفرنسي نهايه الشهر الحالي. بلايلي تعرض لانتقادات لاذعه مع كل من إسلام سليماني ورياض محرز بسبب عروضهم الباهتة مع المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الدولي الماضية. وكانت جريدة كومبيتيسيو كشفت في تقرير مؤخر عن كشف لعاب للمنتخب عن فضيحة بطلها زميلهم له جلب أصدقائه للتدريبات الخوف في ملعب يعني وهران قبل ودية المالي. صح يا جماعة، مشي المالي، مشي التالية تاع المالي، لا في سبتمبر ستاسرا وما تاع المالي، تاع المالي في طوع في طوع وفي طوع هاد الصوالح جاو لعبوا عاودوا ولاو امام المدرب، امام شجاعة والشخصية القوية للمدرب لما ما عنده صاحبه. وعبر والد يوسف بلايلي عن غضبه غضب اللاعب شديدا من جهته التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة سواء من قبل الصحافة أو من قبل الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي. وكشفت صاحبة كومبيتيسيون الجزائرية أن والد يوسف بلايلي قال لمقربيه منه أن اللاعب أجاكسو مستاء جدا من انتقادات القاسية في حقه خلال الفترة الأخيرة. يعني غادي يعيط له في مارس، يعيط راه ضرب هايكم راه اخر الدور كي يسموها مو من اي قاسيه قال لكم ضربك تفوت كوب دافريك وتبرد، انت تحوسوا عليها تبرد، توما تحوسوا عليها تبرد باش المدرب يعاود هي تبرد والمدرب يدير ريش يدفي روحه. غادي نلعبوا امام النيجر اوغندا وتنزانيا اخويا، ماشي امام برازيل، ما غاديش نلعبوا مع البرازيل. والناس اللي قال لك غادي بعد كوب دي موند نلعبوا مع البرازيل، البرازيل بعد كوب دي موند البنك الاتحاديه تاعهم شنو دير؟ تدخل اموال، تحوس تلعب وتدخل اموال، اشهارات صوالح اموال، تلعب لي ماتش اميكو اللي يكونوا قلال ما يكونوش كاينين، على بالك بها ولا ما على بالكش؟ خاطش على البطولات غادي تكون برمجه جهنميه. تجي تقصر عليا انتم، تقصروا علينا انتم. وكانت العديد من الجماهير الجزائرية ووسائل الإعلام المحلية قد أظهرت عدم رضاها عن طريقة لعب بلايلي بداعي أنه أصبح يسعى دائما للحصول على ركلة جزاء بطريقة ساجدة دون الوصول إلى غايته في ظل وجود تقنية الفيديو. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه هذا المدرب أنه ينوي تجديد الثقة في جناحه الطائر مستقبلا، معتبر بانه واحد من افضل الخيارات بالنسبه له. يا ودي انا قلت لكم ونعاود لكم، يعاود يرد ويعاود يرد ويعاود يرد، يا ودي انا عارف ايش كاين الناس قاعده تهضر كاع اللعابه ديروا كاع باش راكم تجبدوا عليه كيفاش. وسيبحث خاطش على ديروا الناس باش يجبد عليه، خاطش الى تصالح، شوف إلا ديلور رضى عليه، مبولحي يجي ليكيب ناسيونال، إلا ديلور ما رضاش عليه مبولحي ما غاديش يعاود ليكيب ناسيونال، ما يعاودش يولي ليكيب ناسيونال، وحتى في غولي كيولي في غولي ومبولحي يعني ما مشي راضيين على ديلور، غادي يوخروا ديلور يحوسوا كيفاش يعاودوا يردوا. يقول لك التجربة وعنده تجربة وكلش، وراه يلعب في السعودية عاود ولا للسعودية، ويجيبوا لك واحد الطريقة يقول لك علاش. غادي انا راني نقول لكم واش راهم يوجدوا على بن عمري، يقول لك بن عمري كان في السعودية وجبنا كوب دافريك، بصح بن عمري كان عنده 28 عام فماك، بن عمري كان عنده 28 عام، يقول لك بالعمري بسبب التجربه تاعه والمجموعه لازم يرجع، لازم نرجعوه قد ما نفوتو 2024 تسمى عمليه الترقيع. هذه هي عمليه الترقيع اللي انا نقول لكم عليها، خاطر هذا المدرب غادي كاع يقبل 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 يتحكموا فيه، يجيبوا له غير زوج، هو كي يربح النيجر ويربح تنزانيا ولا يربح يعاود تبان له باللي سايق راه باطل العالم. انا نقول لكم وين سيبحث بلايلي عن تجاوز خيبته مع المنتخب الجزائري مع من بوابة ناديه أجاكسو الذي سيستأنف مباراة الدوري الفرنسي نهاية شهر سبتمبر ديسمبر اللي بعد نهاية كأس العالم 2022. الله ينجحه، الله ينجحه، بصح
ما تبقاش تحوس على الطيحه صاحبي، تحوس على الطيحه طحنا. برازيلي تائه بافريقيا احي واحي هذا مكان. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني يدخل ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو.